إذن انتهت المباراة الأولى في اليوم الثاني لمباراة الأسبوع الرابع في الدوري المصري الممتاز ما بين سموحة وإنبي بتعادل إيجابي 1-1 لكلا الفريقين. تقدم إنبي بهدف لصلاح سليمان في الشوط الأول، ثم تعادل البديل هاني العجيزي في الشوط الثاني لفريق سموحة، وهو تعادل قد يكون تعادلا عادلا عند البعض، والبعض الآخر ممن يهون سموحة أو يحبون سموحة كان لهم أو كانت لهم الرغبة في أن يفوز سموحة بهذا اللقاء بعد العودة من بعيد للاعب هاني العجيزي. وإن بيحاول طوال المباراة خطف المباراة وخطف الثلاث نقاط، ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. أستاذ محمد، كابتن خالد جدالة، كابتن محمد محسن أبو جريشة، كابتن خالد، أنت قلت في البداية 50-50 المباراة 50-50، وهي انتهت في النهاية بتعادل إيجابي ما بين الفريقين. يمكن الفرقتين النهارده، يمكن سموحه كان احسن خلال المباراه في الاستحواذ على الكره، ولكن زادت خطورته في الشوط الثاني. ويمكن انا في بدايه الاستوديو بعد الشوط الاولاني قلنا ان مفيش مسانده هجوميه جنب خالد قمر من ناحيه قبل لاعبي نادي سموحه. لما هاني العجيزي لعب وقدر ان هو يخش جوه ال 18 ويكمل جنب خالد قمر، قدر ان هو يحرز هدف التعادل لفرقه سموحه. فسموحه الشوط الثاني كان اكثر برضو استحواذا، ولكن شمينا ريحة خطورة. ريحة الخطورة اللي شميناها دي عشان محمود سيد ابتدى يتقدم ويكمل جنب خالد قمر وتمساح واسلام محارم بعديه وهاني العجيز. يعني لقينا 3-4 فرص، ولقينا ان مهاجمي نادي سموحة قدروا ان هم يوصلوا لمرمى نادي انبي، وكان في اكتر من فرصه لو كانوا استغلوهم كان قدروا ان هم يكسبوا المباراه. على نفس الكلام انبي يمكن حصل فيه خمور وحصل فتور في الاداء بتاع اللعيبه، انا مش عارف ايه سببه. طالعين كسبانين الشوط الاولاني 1-0، نزلوا الشوط الثاني المفروض يبقى عندهم روح واصرار ان هم يكملوا عشان يكسبوا الثلاث نقاط، ولكن لقيت فتور وفي همدان في الفرقه، حاجه غريبه جدا. سموحه قدر ان هو يرجع وقدر ان هو يتعادل. طيب كابتن ابو جريشة، البعض يرى ان دكتور ميمي عبد الرازق في الشوط الثاني برهن على قدراته كمدير فني في تغييراته، يعني هو كاتشن الشوط الثاني كويس، انت مع الراي ده ولا ضد الراي ده؟ لا، هو كابتن ميمي ودكتور ميمي، يعني انا شايف ان هو تغييراته كلها تغييرات جيده جدا افادت الفريق في الشوط الثاني. الشوط الثاني كانت بدايته كانت بالنسبه للفرقتين كانت مفتوحه، الفرقتين كانوا عايزين ياخدوا 3 بونت. واضح جدا من تغييرات كابتن ميمي ان هو نازل عايز يعوض، عايز يعوض المباراه بتعادل او ان هو يخطف 3 بونت. غير محمود فتحي ونازل مكانه عمرو المنوفي عشان يستحوذ على نص الملعب، وعمرو المنوفي كورته كويسه شويه بيحاول وبيلعب لقدام اكتر بالظبط كده. وغير هاني العجيزي مكان اسلام محارب عشان خاطر يعمل زي ما كابتن خالد قال ان هو يبقى فيه تواجد هجومي مع خالد قمر في لما يجي ايمن اشرف او كواكو منسوا يبتدوا يعملوا اوفرات من الاطراف، لازم يبقى فيه تواجد هجومي. ده الكلام اللي احنا قلناه ان في قله عدد في المهاجمين بالنسبه لفريق سموحه داخل ال 18، والهدف جه من الطريقه دي، من كره عرضيه من ايمن اشرف. ده الهدف قدامنا بالظبط كده، كره عرضيه من ايمن اشرف هاني عجيزي حطها بدماغه. تغيير يحسب كده لان ميمي عبد الرازق البديل بيحرز هدف وبيعمل طفره هجوميه في الشوط الثاني. طبعا حتى تغييره الثالث نزل فيرود مكان فيرود، تغيير نزل حسام باولو مكان خالد قمر. حسام باولو برده لما نزل خلق اكتر من فرصه، بدليل ان برده في كوره ممكن يبقى فيها سنه فاول، احنا بنتكلم وقلنا ان هي فاول شويه، لكن فرصه لتمساح الحكم يعني مشاها، فيها فرصه لتمساح كان ممكن يحقق بيها هدف ثاني. فالتغييرات فرقت جدا مع فريق سموحه. على العكس ان انبي انا شايف ان هو كان من بدايه المباراه انبي كان واضح عليه ان هو يعني مش في حاله انبي زي المباراه السابقه. المكسب لما جاب جون تحس ان هم عايزين يامنوا الماتش كويس. بدايه الشوط الثاني ليهم كان ليهم فرصه عن طريق محمود قعود، لكن الفرقه دي كانت الفرصه دي انا شايف ان هي كانت نقطه تحول، ان هي اتردت عليهم بهدف لسموحه بعدها بحوالي 5 دقائق او كده، ففرق كتير مع سموحه اديته ثقه في الملعب. دي كره المباراه استاذ محمد، مش عارف توافقني ولا لا، ان كان هنا ممكن السيناريو يختلف. يعني من كره سهله جدا في اوروبا صعب جدا كوره زي دي تضيع، يعني كوره ذهب زي ما بيقولوا، يعني ثلاث نقاط بكوره زي كده كانت ممكن تبقى في جعبه سموحه. بس هي تبقى كره القدم يعني. انت برضه يعني هي فرصه غريبه جدا انها تضيع، ولكن هي بتحصل في كره القدم، وهي دي مثل يعني الكور ديت هي اللي ممكن تقعد مدرب وتمشي. صحيح. مدرب صحيح، يعني ما هو يعني تخيل انت المدربين. تخيل انت لو نفترض ان سموحه طلع مهزوم 1-0 والكور دي ضاعت،
انت هتلوم على طول الجهاز الفني، هفتكر ميمي عبد الرازق مش هفتكر مش هتفتكر محمود السيد ضيع، وان هو ان الراجل عمل تغييرات خليته يتخلق وادي كوره ثانيه وفي واحده كمان تالت الهاني عجز. يعني عايز اقول لك ايه العبره، ان الكوره لما تخش الجون تبدا تقول المدرب وتتكلم عن المدرب، فهي مثل هذه الكرات هي اللي ممكن زي ما قلت لك تقعد مدرب او تمشي مدرب. لكن سموحه زي ما اتفق مع الكباتن الشوط الثاني افضل بالتغييرات اللي حصلت، وخاصة يعني التغيير اللي كانت عجباني قوي تغيير عمرو بنوفي بقى مكان محمود فتحي. يعني هو صحيح انت مطلع لاعب وسط ملعب مدافع ونزلت لاعب وسط مدافع ده على الورق، لكن في فرق محمود فتحي ان هو ديفندر ديفندر، وعمرو بنوفي اللي هو الديفندر اللي هو بيزيد لقدام بيزيد لقدام بيمرر. وشفنا حتى الكرة اللي اتصنع منها هجمة كانت هي تمنية عمرو بنوفي اللي هي بتاعت التمساح، يعني دي كانت ميزة عمرو بنوفي وكانت تغييرة مبكرة شوية. يعني يبقى كده يبقى كده نقول كده ان بصمات ميمي عبد الرازق ظهرت على الأقل في البدايه ككاتشانه، مش بتكلم على لا مش كنتيجه، ما نتيجه انت ممكن تعمل اللي عليك والنتيجه بتاعت ربنا. هو كاتشين كويس، ادار المباراه كويس، خاصه في الشوط الثاني لما برضه على حسب طريقه لعب المنافس كمان. لما انا حسيت ان انا ممكن كمان وسط الملعب بتاع انبي ما هوش عالي قوي كمان، الاثنين صلاح سليمان ونور السيد بعاد جدا، فحسيت ان نص الملعب انا ممكن استحوذ عليه اكتر. تمام. مش محتاج ثلاثه في نص الملعب. طب انبي انا شايف التغيرات كلاسيكيه، راس حربه براس حربه وهاف ليفت احمد رفعت بهاف ليفت احمد شرويده، ويعني ما عملتش حاجه لان الفرقه كلها خاصه في الشوط الثاني مش في حالتها، خاصه بعد الفرصه اللي ضاعت في بدايه الشوط الثاني من محمود قعود. حسيت ان الفرقه خلاص فكت، يعني حاسس ان فرقه انبي ده غير المدرب، اللعيبه جوه الملعب يعني ايه لو اتنين اتعادل يبقى كويس، خطفت جون خير وبركه. لكن فرقه انبي في الشوط الثاني تحس ان هم همدانه، فرقه همدانه، فرقه بعكس الشوط الاولاني نسبيا. انبي مش هو انبي اللي احنا متعودين عليه، واللي احنا باول الاستاديو قلنا احنا بنحظ من فرقه انبي، فرقه مرعبه، الرباعي الهجوم لما كلين النهارده مش موجود، صلاح شوط تحركاته عاديه، احمد رفعت لحد ما طلع ما حسيناش بيه، يعني ما فيش حاجه اللي احنا اتكلمناه على فرقه انبي قبل الاستاديو، لا لو حد سمعنا يقول لك الناس دي بتتكلم على فرقه ثانيه. طيب.